طلبت استاذي. كله بسببك. سوري بعتذر استاذ، اسف. المهم ما علينا، شو سويت بالنسبة للتجميع؟ والله التجميع جهزته. عنا كور i3، عنا رامات 8 جي بي، وعنا اس اس دي، وعنا جي تي 1030 من زوتك، في عنا مذر بورد بي 350 من ام اس اي، وعندي هالكيس اوكي بي 350، وعندي هالباور سبلاي زوتك كور i3 اس اس دي رام. طيب الرام جيد. MSI. طيب الرام رح امشي لك اياه. شو هذا مفتوح كمان؟ يلا ماشي، الرام رح امشي بس شو هاد؟ جايب لي باور سبلاي ضعيف وسيركل. شو هاد؟ كيس مفتوح وخربان. كيف لا طالع. It was at this moment that he knew he fucked up. كثير غلط بمشي يلا. مين قال انه الكونسول افضل من البي سي؟ مين قال انه الكونسول ارخص من البي سي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من تيك اكت، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم عنا تجميعة بتثبت للناس انه بنفس سعر الكونسول ممكن نبني جهاز بي سي اقوى من الكونسول وبيعطيك جرافيكس اعلى بكتير. وطبعا لما نتكلم عن الجرافيكس نحن عم نتكلم عن الاعدادات ونتكلم عن عدد الفريمات. طبعا في ناس رح تناقش انه انت لازم تدفع على ماوس وكيبورد ولازم تدفع على شاشة ايضا لحتى تقدر تلعب على البي سي، لكن على حالهم مثل ما انت بتوصل الكونسول على التلفزيون وبتجيب جويستيك، انت ممكن ايضا تجيب جويستيك للبي سي وممكن ايضا توصل على شاشة التلفزيون، فبالتالي الفرق بين الكونسول بلاي ستيشن 4 بصير معدوم. حتى لو حبيت تشتري شاشة وماوس وكيبورد، الماوس وكيبورد ما بيكلفوا اكثر من 100 درهم او 25 دولار، والشاشة ما بتكلف اكثر من 100 دولار او 400 ل 500 درهم. وحتى انا باخر الفيديو راح انصحكم في نوع شاشة معين وماوس وكيبورد معينين لحتى تقدر تحصل على افضل تجربة العاب باقل تكلفة ممكنة. طبعا في ناس راح تذكر ان على البلاي ستيشن مثلا في عندك خدمة البلاي ستيشن بلس اللي بتنزل العاب مجانية لمدة شهر شهرين، فانا برد عليها بانه العاب البي سي اساسا لما تنزل بتكون ارخص من العاب البلاي ستيشن، وبنفس الوقت في عندك تخفيضات ستيم، هذا غير انه في مواقع بتبيع الالعاب الاصلية بسعر ارخص بكثير من ستيم. وبالنسبة للعب اونلاين فعكس البلاي ستيشن، على البي سي ما في داعي تدفع اشتراك شهري لحتى تحصل على هالخاصية. طبعا هالتجميع بعتبره ارخص تجميع في العالم بقطع متوازنة في قوة الاداء. مكونات البي سي هي كالتالي:
قلب البي سي هو المعالج جي 4400 سرعته 3.3 جيجا هرتز وهو معالج ثنائي النواة مناسب جدا لكرت الشاشة اللي اخترناه. بالنسبة لمنصة المعالج او المذر بورد فاخترنا H110 من جيجا بايت. هالمذر بورد بسيطة جدا وفيها كل المواصفات اللي ممكن تحتاجها لهالتجميعة وما فيها اي شيء زيادة. اما بالنسبة للرامات فاخترنا قطعتين من PNY Anarchy. هالرامات رخيصة وبنفس الوقت شكلها حلو كتير ومناسبة جدا لهالتجميعة. الرامات سرعتها 2400 ميجا هرتز وهي من نوع DDR4. اما بالنسبة للهاردسك فانا عندي واحد قديم بسعة 320 جيجا بايت من هيتاتشي. انتم ممكن ايضا تستخدموا اي هاردسك قديم موجود عندكم في البيت، لكن اذا حابين تشتروا هاردسك جديد فانا بنصح بنوع وسترن ديجيتال بسعة 1 تيرا بايت لحتى يوسع كل الالعاب والافلام والفايلات التانية. ولحتى يشغلنا الالعاب اخترت كرت شاشة GTX 1050، كرت شاشة سعره منخفض جدا وادائه متوازن مع المعالج اللي اخترناه وعدد الرامات اللي اخترناها. وهذا الكرت شاشة راح يعطينا حوالي 40 ل 50 فريم على كل الالعاب بدقة ال 1080 وباعدادات متوسطة. راح نزود هالتجميع بالطاقة المستمرة والمضمونة اخترت الكورسير VS550. هذا الباور سبلاي سعره منخفض وبنفس الوقت اداؤه جيد جدا لهالتجميع. وبالنسبة للكيس اللي راح يحتوي كل هالقطع فانا اخترت الكوغر سبايك لانه مناسب جدا لهالتجميع بسعره منخفض، ولكن بنفس الوقت تصميمه افضل من الكيسات الارخص منه وايضا بيحتوي على وصلة USB 3. وبالنسبة لاسعار كل هالقطع انا حطيتها بالديسكريبشن وحطيت لينكات امازون ولينك بي سي بارت بيكر لحتى تعرفوا سعر كل قطعه، واذا حابين تغيروا اي قطعه ممكن تغيروها في بي سي بارت بيكر. وبالنسبه للسعر فانا في شيء حابب انوه عليه، كرت الشاشه تقريبا سعره ضعف او اكثر من ضعف سعر المعالج، وهذا قانون ممكن تتبعوه في معظم التجميعات اللي خاصه في الالعاب، ولكن طبعا الموضوع بيختلف لو حابين تعملوا تجميعه خاصه للمونتاج او الاشغال الهندسيه. طبعا شيء مهم ذكره انه بهالتجميعه ممكن تغيروا المعالج لمعالج اسرع مثل جي 4500 او ممكن تغيروا المعالج الاي 3 سكاي ليك 6100 لانه هالمذر بورد بتدعم السكاي ليك، واذا حابين تخلوا المذر بورد تدعم الكيبي ليك لازم تعملوها بايس ابديت، وبهالطريقه انتم بحاجه لمعالج جيل السادس لحتى تعملوا بايس ابديت وبعدين تقدروا تركبوا معالج جيل السابع. طبعا ممكن تسالوا ليش راح تحتاجوا الاي 3. الاي 3 فيه خاصيه الهايبر ثريدنج المناسبه لبعض الالعاب اللي بتعتمد على السي بي يو اكثر من المعالج مثل جي تي اي ومثل باتل فيلد اونلاين، لكن عموما الجي 4400 مازال جيد وراح يقدر يشغل الالعاب هاي على 40 ل 50 فريم اعدادات متوسطه دقه 1080. ولكن بالنسبه لي انا دائما بفضل تدفعوا اكثر على كرت الشاشه من المعالج، فلذلك اذا راح تجيبوا اي 3 اتاكدوا انه تشتروا مثلا 1050 تي اي لحتى ترجعوا تكون تجميعتكم متوازنه. وطبعا في ناس راح تسال اذا ممكن تنتقل للاي 5، انا بنصح اذا راح تنتقلوا للاي 3 تنتقلوا مره واحده للاي 5 6400 لانه السعر قريب جدا بين الاي 3 والاي 5 6400. وهيك نحن جاهزين لننتقل للمرحله التاليه. اول شيء رح اعمل انبوكسنج للقطع لحتى تعرفوا كل قطعه شو بيجي فيها، وبعد هيك رح ننتقل للتجميع. اوكي خلينا نبدا بالانبوكسنج للمعالج جي 4400. هذا هو المعالج، بتخلوه جوا العلبه لحتى يجي وقت التركيب جوا المذر بورد. بنفتح المبرد من الخلف، المبرد طبعا بيجي عليه الثيرمال بيست او المعجون التبريد اوريدي محطوط عليه، فلذلك انتم ما بتحتاجوا لانه تحطوا معجون تبريد على المعالج لما تركبوه. طبعا هذا هو المبرد، مبرد بسيط جدا. ننتقل لنفتح الرام. الرام انا اوريدي فاتحه لكن لحتى تعرفوا شو بيجي جوا البي ان واي اناركي فما راح يجي اشياء كثيره، مجرد هاي الورقه ومجرد قطعتين رام 4 جي بي. طبعا انا بنصحكم تشتروا قطعه واحده 8 جي بي لحتى تقدروا بعدين تزيدوا 8 جي بي ثاني لحتى يصير عندكم 16 جي بي جوا الجهاز. بالنسبه للهارد ديسك فعموما اي هارد ديسك بيجي بيكون جوا كيس، بس بتفتحه بيطلع لك الهارد ديسك، ما في اي كتيبات ما في اي دليل يجي مع الهارد ديسك. طبعا بعد هيك بننتقل لفتح المذر بورد. طبعا المذر بورد ما بيجي معه اي شيء زياده، رح نشوف هلا شو بيجي جوا العلبه. في عنا وصلات الساتا الخاصه بالهارد ديسك، وصله الاي او، في عنا سي دي التعريفات، في عنا ايضا المانيوال. وهيك بنكون جهزنا المذر بورد للتركيب. طبعا اي قطعه بتفتحها انا بنصح دائما تحافظ على علبه القطع لحتى تقدر ترجعها اذا كان فيها مشاكل لا سمح الله. وخلينا نبدا بفتح كرت الشاشه. طبعا كرت الشاشة اول شو بتشوفوه هو الكارت نفسه. الكارت بيجي بغلاف حامي له ضد الكهرباء الساكنة.
واحلى شيء بكروت الشاشه اللي بتشتروها من المصنعين انه مثلا جيجا بايت بتحط مروحتين تبريدها الرائع، وبتحط لكم ايضا مشتت كبير لحتى تساعدكم في التبريد، وبتحط ايضا وصله بي سي اي لتساعد بكسر السرعه. وغير هيك مثل ما شايفين تصميم الكارت رائع مع انه من الكروت الرخيصه جدا. كارت الشاشه طبعا فيه وصله دي في اي، ثلاث وصلات اتش دي ام اي، وصله ديسبلاي بورت. وطبعا شيء حلو انه كارت الشاشه فيه باك بليت لحتى يعطي منظر جمالي اكثر جوا الكيس. جوا العلبه ايضا في عندنا كتيب صغير ما بنحتاجه، وفي عندنا ايضا سي دي طبعا ما بنحتاجه دائما. مثل ما انا بنصح تنزلوا التعريفات من موقع انفيديا نفسه، سبب نصحي دائما انه تنزلوا التعريفات من موقع انفيديا او من مواقع المذر بورد، انه راح تحصلوا على اخر ابديت من الانترنت بدل التعريفات اللي بتيجي بالسي دي اللي عموما بتكون قديمه وما بتدعم اخر الالعاب النازله. قبل ما نبدا بالتركيب بدنا نفتح ايضا الباور سبلاي، ومثل ما شايفين في عنا الوارنتي جايد، في عنا بعد هيك وصلة الكهرباء الخاصة بالباور سبلاي، وفي عنا الباور سبلاي، في عنا ايضا البراغي اللي بتركب فيه الباور سبلاي جوا الكيس. طبعا شيء حابب انوه عليه انه لون الباور سبلاي اسود فمناسب جدا للكيس اللي عنا، رح تشوفوها بعد شوي. والشيء تاني انه الكابلات بالوان مختلفة لكن عليها غطاء بلون اسود، وطبعا هالكابلات ما بتقدر تفكها وتغيرها عكس الباور سبلايز اللي من نوع الاغلى. وهيك بنكون عملنا انبوكسنج لكل قطعة ونحن جاهزين لحتى نركب الجهاز. فلنفتح الكيس. تصميم الكيس رائع جدا، في عنا الجريل هون، وفي عنا طبعا الوصلات، وغير هيك عندنا في عنا مكان لمروحتين 120 ملي. من الخلف بيجي مع الكيس مروحة، في عنا أربع وصلات بي سي آي إي. هذا الكيس مناسب للمذر بورد اللي اشتريناه، لكن غير مناسب للمذر بوردات اللي حجمها أكبر من هذا المذر بورد. طبعا مثل ما شايفين جوا في عنا كتيب، في عنا البراغي، في عنا هون الستاند أوبس، في عنا البراغي الخاصة بالكيس، في عنا وصلة سبيكر قديمة ما بنحتاجها، في عنا كتيب صغير، ومن الداخل في عنا الكيبلات، في عنا من الخلف مروحة، ومن الأمام ما في شيء غير محلات للهارد ديسكات ومحلات للدي في دي. في شيء حابب أنوه عليه إنه كل قطعة رح تشتريها رح تصل على كل البراغي والكيبلات اللي بتحتاجها لحتى تركب جهازك، يعني الباور سبلاي رح يكون فيه وكل وصلات الكهرباء اللي رح تحتاجها لحتى تشغل المذر بورد ولحتى تشغل كارت الشاشة، الرامات ما بحاجة لأي كيبلات، في عندك المبرد اللي هو رح تحتاجه للمعالج الخاص فيك، في عندك البراغي الخاصة بتثبيت الباور سبلاي، وحتى بالنسبة للكيس في عندك ايضا براغي الكيس كلها متوفرة جوا هون. وطبعا في عندنا ايضا وصلات الساتا اللي خاصة للهارد ديسك والدي في دي روم او الاس اس دي اذا حابب تركب اس اس دي في جهازك، وطبعا ما بننسى الاي او بليت اللي خاص بالمذر بورد اللي حتركبها على الكيس. بعد هيك بنجهز لوحة الام ونفتح غطاء ماخذ المعالج بواسطة العتلة، بنركب المعالج بموافقة السهم اللي على الزاوية، وبنسكر غطاء المأخذ. بننتقل لنفتح اقفال مأخذ الرام وبنوافق النتوء بالمأخذ مع الفتحة اللي بالرام، وبنضغط من الطرفين بالتساوي لنركب الرام، وعلامة انه ركب هو الصوت التالي. بعد هيك بنوافق اطراف المبرد مع الفتحات اللي على اللوحة، وبنضغط على كل زاويتين متقابلتين بنفس الوقت لحتى نسمع هالصوت، وبنركب وصلة الكهرباء الخاصة بالمروحة بالمكان اللي مكتوب عليه CPU fan. بعد هيك بنركب الباور سبلاي والمروحة لتحت لان الكيس مسكر من فوق، وبنرص الاربع براغي الخاصة فيه من الخلف، وبنبعث الكيبلات عن مكان عملنا، وبنركب غطاء وصلات لوحة الام بحيث تكون وصلات الصوت لتحت. هالكيس اجت والبراغي اللي بتثبت عليها اللوحة مو مركبة، فتأكد من اماكن اللي بتستقبل البراغي في لوحتك وركب هالبراغي، وبعدها طبعا ركب اللوحة وركب البراغي اللي بتثبت اللوحة على الكيس. ومنركب الهارد ديسك، الكيس اللي هون بتوفر قفل فانت ما بتحتاج لبراغي لحتى تثبت الهارد ديسك. وبعدها وصل كيبل التشغيل وكيبل إعادة التشغيل بأي اتجاه كان لأنه ما بهم، ووصل كيبل إضاءة التشغيل وإضاءة حالة عمل الهارد ديسك اللي مهم تتأكد أن الموجب والسبب متوافقين على اللوحة، واستعين بالعلامات الموجودة على اللوحة في توصيل هالكيبلات. عموما إذا أخطأت ما رح يصير شيء، كل اللي عليك أنك تعكسهم. وصل كيبل اليو اس بي واستعين بالمكان الفارغ لتوصله صح، ووصل كيبل الصوت بنفس الطريقة، ووصل كيبل اليو اس بي 3 بأنك توافق النتوء مع الفراغ، وصل كيبل الساتا الخاص بالهارد ديسك، ووصل كيبل الطاقة الخاص بلوحة الأم الـ 24 بن بأنك توافق القفل مع النتوء على المأخذ، ونفس الشي مع كيبل طاقة المعالج الـ 8 بن. بعد هيك وصل المراوح بالأماكن المسمى CHA fan أو System fan، وصل الطرف الثاني من كيبل الساتا بالهارد ديسك، ووصل كيبل الكهرباء الخاص بالهارد ديسك. بضل عنا نفتح مكانين موازيين لمأخذ الـ PCIe لكرت الشاشة، نفتح عتلة المأخذ ومنركب الكرت لحتى يطلع هالصوت.
من وصف كابلات الكهرباء البي سي اي خاصة بكرت الشاشة بموافقة النتوء مع قفل الوصلة، وبالأخير منثبت كرت الشاشة بالبراغي. طبعا ممكن تحاولوا ترسموا الكابلات شوي جوا مكان الدي في دي بما ان الكيس ما فيها مساحة من الخلف، وبعدها ممكن تسكروا الغطاء الجانبي للكيس وتوصلوا كابل الكهرباء بالباور سبلاي وكابل الشاشة بكرت الشاشة ان كان هو دي في اي او اتش دي ام اي، وطبعا بعدها بتوصلوا الماوس والكيبورد كابل الانترنت وبتوصلوا الفلاش اللي حطيته عليه الويندوز لحتى تشغلوا الجهاز. طبعا مثل ما شايفين تشغيل الجهاز كان ناجح. اما بالنسبة لتنزيل ويندوز فالموضوع سهل كتير، كل عليك انك تضغط نيكست 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 وتختار الهارد ديسك الخاص فيك اللي حابب تنزل عليه الويندوز، وبعدين تدخل بياناتك وتعمل نيكست لحتى تخلص موضوع التنزيل. وبعد هيك طبعا بيجي دور تنزيل التعريفات، بتروح على موقع المذر بورد الخاص فيك وبتعمل تنزيل لكل التعريفات الخاصة بمذر بوردك، وبعد هيك بتروح على موقع الانفيديا بتدور على تعريف الخاص بكرت شاشتك وبتنزله. وهلأ صار وقت نستعرض الجهاز بهالمونتاج الخيالي. ننتقل للبنش ماركس. في الألعاب التنافسية الجهاز أعطانا فريمات روعة على إعدادات عالية جدا، ففي كاونتر سترايك حصلنا على 112 فريم بينما على أوفر واتش حصلنا على معدل 60 فريم، وهذا بيخلي الجهاز رائع جدا للي هدفه بس اللعب التنافسي. أما بالنسبة للألعاب اللي بتعتمد على المعالج بشكل كبير وبنفس الوقت على كرت الشاشة، في جي تي اي استخدمت الإعدادات الأصلية لما اشتغلت اللعبة وكانت اللعبة عم تقطع، وبعد ما لعبت شوي بالإعدادات اكتشفت إنه السبب هو ارتفاع وانخفاض الفريمات الكبير، والحل كان إني أقفل الفريمات على 50 لحتى ما نخلي الفريمات ترتفع كتير، وبنفس الوقت نحد من الفروق الكبيرة في الفريمات، وطبعا بعد هيك اللعبة اشتغلت بدون أي مشاكل. اما في باتل فيلد اونلاين فعانيت في اللعبة كتير بمعدل 20 فريم بالثانية، واللعبة مهما نزلت فيها بالاعدادات كانت عم تقطع، والفريمات حتى عم تنزل 10 فريمات في كتير من الاحيان، والسبب طبعا هو ان المعالج ما فيه هايبر ثريدنج وسرعته قليلة جدا. وطبعا الجدير بالذكر انه السنجل بلاير ما راح تواجهوا فيها باي مشاكل لانه ما بتعتمد على المعالج بشكل كبير. عموما اللي ناوي يلعب هاللعبتين الاخيرات انا بنصحه انه يغير المعالج للمعالج i3-6100 لحتى يتفادى كل هالمشاكل. وننتقل للألعاب اللي بتعتمد على كرت الشاشة بشكل كبير. طبعا كرت 1050 ما قصر ابدا معنا، في كرايسس حصلنا على معدل 65 فريم بالثانية معدل رائع جدا، وفي دوم حصلنا على 49 فريم بالثانية، وبالنسبة لتوم ريدر ايضا كان المعدل 60 فريم بالثانية، شيء اروع واروع. وبس للتسلية حاولت اشغل لعبة بلاير انون باتل جراوند، اللعبة اللي انتشرت كتير حاليا. اللعبة طبعا صعبة التشغيل على كروت الشاشة القوية حتى مثل 1070 و1080 على اعدادات متوسطة لمنخفضة، على هذا الكارت ما قدرت تشتغل وعانيت كتير ايضا في اللعب فيها، كانت الفريمات عم تنزل للعشرينات في بعض الاحيان وعم تعلق اللعبة. فذلك بس لحتى تعرفوا هاللعبة صعب تشغيلها على هذا الجهاز. اما درجات الحرارة فكانت روعة في هذا الجهاز، درجة حرارة كرت الشاشة ما وصلت اكثر من 60 سيزيوس، يعني المراوح ما اضطرت تشتغل في معظم الاحيان. اما بالنسبة للمعالج فدرجات الحرارة ما طلعت عن 30 سيزيوس، وهذا الشيء بيعود لكون المعالج من المعالجات اللي ما بتستخدم طاقة كتير. وهيك مثل ما شفتوا نحن بنينا جهاز مناسب جدا للناس اللي حابين يدخلوا عالم البي سي كمبتدئين. هذا الجهاز حاليا ممكن يشغل معظم الالعاب على دقة 40-50 فريم باعدادات ميديوم، ومع انه المعالج يمكن يعتبر شوي ضعيف في لعبة باتل فيلد، لكن اذا انتم حابين تغيروا لاي 3 ممكن. انا عموما بنصح انه انتم اذا حابين تغيروا لاي 3 ايضا تنتقلوا لل 1050 تي اي لحتى تقدروا تستفيدوا من 4 ثريدات تماما. طبعا مثل ما شفتوا بالنسبة لجي تي اي 5 نحن اضطرينا نشغل الفي سينك على 50 اف بي اس لحتى نحل مشكلة التعليق اللي كانت عم تصير بسبب ارتفاع الفريمات العالي جدا، وبعدين بخلال ثواني عم تنزل لفريمات قليلة جدا لحوالي 25 فريم بالثانية. لما عملنا لوك على 50 فريم بالثانية الارتفاع هذا صار قليل، ما بيرفع اكثر من 50 فريم بالثانية، ولما ينزل طبعا بينزل ل 25، فلذلك كان اللعب مقبول جدا وكانت اللعبة شغالة وما فيها اي مشاكل ابدا بهالطريقة. انا بهالتجميع طبقت قانون مهم جدا انه انت لازم دائما تدفع على كرت الشاشة اكثر من المعالج، وكرت الشاشة 1050 ما قصر ابدا في كل الالعاب، لكن المعالج يمكن يأثر في بعض الألعاب المعينة. فإذا أنت عارف رح تلعب باتل فيلد 1 أونلاين أو رح تلعب جي تي اي 5 كتير،
يفضل انه فورا انت تروح على الاي 3 لحتى تتفادى هالمشاكل البسيطه اللي صارت معنا بالفريمات. لكن على الالعاب اللي بتعتمد على كرت الشاشه مثل كرايسيس دوم ورايز اوف ذا توم ريدر ما واجهنا اي مشاكل لانه كرت الجي تي اكس 1050 قوي جدا وقادر انه يشغل هالالعاب. وحتى في العاب الكومبيتيتيف مثل كاونتر سترايك واوفر واتش قدرنا نشغل هالالعاب بكل سهوله لانه كرت الشاشه قوي وبنفس الوقت ما بيستخدموا معالج بشكل كبير. لحتى اكمل هالتجميعه راح اضيف لينكات للماوس وكيبورد ومونيتر مناسبه جدا وبنصح فيها. الكيبورد ما راح تكون ميكانيكال راح تكون ممبرين مناسبه للشخص اللي متوسط اللي ما راح يدفع كثير على الكيبورد. وبالنسبه للماوس ايضا راح تكون رخيصه راح تكون ماكسيموم 3000 دي بي اي مناسبه ايضا للاعب المعتدل. اما بالنسبه للمونيتر فالتي ان بانل راح تكون مناسبه صحيح الزوايا الالوان ما راح تكون رائعه لكن التي ان بانل الريسبونس تبعها 1 ام اس يعني لما تضغط على الماوس راح تطلق الطلقه فورا. فلذلك هالمونيتر انا اخترتها. راح تكون طبعا المونيتر من نوع بين كيو وهيك تكلفه التجميعه كامله ما بتزيد عن 2200 درهم او 550 دولار وشي رائع صراحه انك تقدر تدخل عالم البي سي بهالمبلغ القليل جدا. وطبعا لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولا تنسوا تعملوا لايك وشير واكتبوا اسئلتكم في الكومنتات لحتى اجاوبها. وشكرا لكم على المتابعة ومع السلامة. خلينا نشوف شو ضاعنا من العيد. الله بعين الله بعين.